وجود اليوم على مستوى مركز الانتخاب لأداء حق دستوري وواجب وطني كمختلف أو كل مواطن جزائري، وهذا في لأداء أو الإدلاء بصوت كأي مواطن جزائري بالنسبة لهذا الحدث الهام، هذا الحدث الثمين المتمثل في الانتخابات الرئاسية المسبقة. هذه الانتخابات اللي كان وفي كانت الجزائر الجديدة اللي كنا قمنا بعمل تنسيقي وتشاوري ومعمق محكم مع السلطة أو المندوبية المحلية للانتخابات من خلال توفير كل الظروف المتمثلة في توفير التجهيزات أو التجهيزات الضرورية لإنجاح هذا الحدث ولاحتضان المواطن أو حتى الأطقم المتواجدة العاملة في هذا النطاق في ظروف جد حسنة. في هذا الإطار ومن خلالكم أود أن أنادي أو أطلب من كل المواطنين الجزائريين وعلى وجه الخصوص مواطني ولاية قالما وكل الشرائح العمرية خاصة شريحة الشباب الذين يعتبرون ركيزة التنمية والذين يعتبرون ذخرا وفخرا للبلاد للمساهمة أو الولوج إلى مراكز الانتخاب بقوة وبكثافة للإدلاء بأصواتهم. أمور ماشية الحمد لله. سيد الوالي سيد الوالي سيد الوالي أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.